اليوم السبت 13 يوليو تموز 2024، شان شو المشاكل أو المواجهات أو الضغط أو الاستعجال عزيزي مولود الحمل؟ والله ما بدها القصة، هنن يومين بس. الحظوظ تصاعدياً رح تكون بالنسبة لك جيدة ورح تحقق شيء بهذا الشهر ورح تحقق إنجاز، بس هدي حالك شوي اليوم وحاول إنه ما تعلي صوتك أو ما تصطدم بأي حدا موجود بمحيطك، سواء كان شريك زوجي أو ربما مهني. يمكن كلياتنا منتضايق إذا صار بعض الظروف الضاغط علينا، أو يمكن إذا كان في هيك بعض النقاشات نحتد فيها إذا الآخرين ما فهموا وجهة نظرنا. هلا أنت اليوم مولود السرطان، هذا اللي عم يصير معك الحقيقة، مضغوط كتير، عندك أمور مالية عم بتناقشها مع الآخرين، مع الآخرين اللي هن يمكن عائلتك، أو يمكن في بعض الظروف يلي عم تخضع لبعض التغييرات واللي عم تخلي مزاجك اليوم ما كتير مستقر. يمكن يكونوا ضيوف جايين لعندك، يمكن يكون ظرف صحي لإلك أو لأحد أفراد العائلة، بس بالنتيجة هي كلها اسمها مسؤوليات ضاغطة، وأنت اليوم بمزاج مو كتير رايق، فطول بالك وانتظر لبكرة. أكثر حدا ممكن يؤدي مهامه على خير ما يرام هو مولود الجدي، ولكن من دون ما حدا يراقبه ومن دون ما حدا يضغط عليه ويستعجله. هلأ اليوم يمكن تزعجك هالناحيتين، تحس إنه العين عليك، تحس إنه في حدا هيك عم يفرض عليك أمور معينة أنت مانك كتير هاويها أو ما كتير مرتاح لها، فما بتحب تشتغل تحت أمرة حدا، بتحب تشتغل بهدوء بدون ضجة بدون صخب وتنجز أعمالك بوقتها المناسب. فلهيك مولود الجدي اليوم الاحتكاكات واردة بينك وبين المحيط، هي أنا خبرتك من هلأ، مشان أي موقف بيصير معك تحاول أنه تستدركه بدون ما توصل لأي صدامات مع أي سلطة بحياتك. زعل ما بيحل مشكلة، القلق الكتير بيوترك وبيوتر الآخرين مولود العقرب، هذا حالك اليوم صح ولا لا؟ بدك تنطرنا بس لبكرة، لأنه بكرة الأجواء كتير مختلفة، وإذا كنت بصدد أي أمر وعم بيتعرقل أو عم بيتأخر فطول بالك شوي، ولا تحاول أنك تستدرج أو حدا يستدرجك لمواضيع قديمة أو تفتح دفاتر قديمة تدخل عتابات ما في منها أي جدوى. وصحتك بدها تنتبه شوي عليها بهي الأيام. يمكن أكثر حدا مرهق ومجهد هو أنت مولود الثور بهذا اليوم. الحقيقة الضغوط من كل جانب، المشاغل من كل جانب، الوقت ضيق، ما عم تعرف يمكن ترتب أو تنظم. هلأ أنت بتحب تشتغل على إيقاعك الخاص، هيك طبيعتك، ما بتحب تشتغل على إيقاع الآخرين ولا على زمنهم. أنت عندك زمن خاص بتنجز فيه بالطريقة اللي بتلاقيها مناسبة، فاليوم أي إلحاح من الآخرين ممكن يوترك. ورغم هيك يعني بتمنى منك أنه اليوم تحافظ كتير على لطفك بالتعامل مع المحيط، لأنه يمكن تحتاجهم بمساعدة. أكثر حدا ممكن يعرف يتصرف بأمور المال هو أنت مولود العذراء، بس أحياناً الأفلاك إلى رأي تاني، أحياناً الأفلاك بتفرض عليك، حظوظك بتفرض عليك وضع معين يمكن ما بيلائمك، بالعكس بيضايقك وبيخليك مستاء شوي، سواء كان نقص سيولة، سواء كان طوارئ بتضطرك لشوية نفقات أو لشوية مدفوعات أنت يمكن مالك عامل حسابها. يعني أياً كانت ظروفك اليوم حاول تراعي ميزانيتك وما تخرج عن الحدود المعقولة. اليوم الكلام الحلو والمدح والتشجيع ممكن يكون لبرج الحوت. مولود الحوت اليوم من الأيام الحلوة كتير يلي يمكن طاقة الآخرين بتمنحك سعادة، مساعدتهم لإلك بتريحك لحد كبير. ما في شك هذا اليوم ما رح يمر بدون ما تسمع كلمة حلوة من حدا، تقدير لجهودك أو ربما تأييد لمواقفك. اليوم حتى إن كنت ساعي لحلول فحاول إنه تكون مرضية لكل الأطراف وإلك أولاً. الحركة والنشاط والحياة وتغيير الروتين متطلباتك الأساسية بالحياة عزيزي الأسد. واليوم الأيام الحلوة اللي أولاً فيها تواصل كثير، فيها حركة كثير، فيها نشاط كثير، فيها تحقيق لبعض الأمور أو لبعض الغايات يلي ببالك، فيها إنصاف شوي بالنواحي الأسرية لأنه رح يكون للعائلة
شوي من وقتك بهذا اليوم. ممكن كتير عم بتحاول انك تتعلم شي جديد، ممكن تطل على ظروف جديدة او فرص عم بتناقشها بهذا الوقت إلها علاقة بعملك. يا ترى اليوم اذا اتصلنا فيك مولود القوس وقلنا لك منشوفك، عندك وقت ولا عامل مواعيد من قبل بوقت؟ لأنه اليوم بتوقع أنه مولود القوس موجود ضمن جماعات اجتماعية أو ضمن صداقات أو يمكن مع العائلة، فاليوم الوقت مليان أو في عندك مشاريع كتيرة حابب تعملها، سواء كانت مشتركة مع أشخاص أو مع أصدقاء أنت بتحبهم أو ربما لوحدك، بس ما بظن أبداً أنك لحالك. حتى إن كان خاطر لك السفر، بلش أنك ترتب أوراقك وترتب الأمور المتعلقة بخطواتك القادمة. وأحلى الحظوظ اليوم لك مولود الجوزاء. اليوم في انفراجات الحقيقة، ويمكن حتى في حلول لبعض المسائل، أو أنت عم تلاقي مخارج مناسبة لأي أمر. حتى حواراتك ذكية جداً وعم تلقطها على مثل ما بيقولوا، عم تلقطها هي وطايرة القصة، فعم ما عم تترك مجال للطرف الآخر يمكن لأنه يصطادك بفكرة أو يعرقل لك أهداف أنت حابب أنك توصلها بأي حوار أو نقاش. اليوم الحوارات كثيرة، النقاشات كثيرة، وغالبة العلاقة بأمور مستقبلية أو عاطفية. بتحب كل شيء جديد فليكن. اليوم الأيام اللي بتحمل أحداث مختلفة وفارقة عزيزي الدلو، يوم من الأيام يلي بيدعمك الفلك لأنه يكون في خطوة جديدة، مبادرة يمكن، خبر تسمعه من مكان بعيد أو لقاء له سحره الخاص. كثير منكم مواليد الدلو بهي الفترة عم بيعيشوا حالات عاطفية أو ربما عم يكون عندهم خيارات عاطفية جديدة مثيرة يمكن لشغفهم وإعجابهم. الأكثر حظاً عزيزي الميزان بهذا اليوم يلي عم تكسر فيه جموده وروتينه وعم بتحاول تعمل شيء مختلف، من شكلك لأسلوبك للأفكار يلي عم تخطر ببالك واللي عم تحاول إنه تحقق لو شوي منها. هلا أنت سعادتك دائما، بقول لك أنا، أنت سعادتك دائما مع الناس، سعادتك بالتشارك بالمشاركة. ممكن اليوم يكون في عندك تجمع حلو، ممكن تسمع بأخبار حلوة، ممكن تحصل على نتيجة لجهود قمت فيها بالسابق. يوم من الأيام الحلوة بالتأكيد لك مولود الميزان، ويمكن يكون فيها ناس جداد عم يدخلوا حياتك.